الانتخابات. اولا خصنا نعرفوا بان المقاطعه ديال الانتخابات من طرف الشعب المغربي قبل منا حنا تدخلوا في باب مقاومه سياسيه لشعبنا للاستبداد، وان هذه المقاطعه وهذه المقاومه ليست شيئا يعني عرضيا، ولكن اصبحت واحد المعطى ثابت في الحياه السياسيه المغربيه. وما كاينش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل ونشوفوا تطور النساء بما فيها النساء الرسميه حول المشاركه في الانتخابات. اللي تهمني انا ربما الرد على بعض المطروحات بسرعه. الاولى، يقال بما في ذلك في بعض الانصاف اليساريه ان الجماهير لا تقاطع عن وعي، وانما يتعلق الامر بالاحرى بمجرد عزوف. نقول ان المقاطعه الشعبيه العارمه لمختلف المحطات الانتخابيه تعكس في الواقع وعي حسي للجماهير اكتسبته من خلال تجربه طويله ديالها ومن خلال المعيش اليومي ديالها، بان استنتجت بان الانتخابات على الطريقه المخزنيه على اي حال لا تشكل رهانا بالنسبه لها. ونضيف بان الوعي الحسي هو بدايه الوعي، هو الشكل الجنيني للوعي، ولذلك نحن لا نحتقرهم وننطلق منهم للتطوير. الثانيه، يقال اننا عدميون. نقول ايضا بان هذا مجرد هراء في الحقيقه، وهذه دعايه رخيصه، لان العدميه ماذا تعني؟ العدميه تعني هو انكار وجود اي عناصر ايجابيه في الواقع ينطلق منها قوى المناضله لتغيير الواقع نفسه. هذا الشيء ما تينطبقش علينا، لانه احنا يعني جميع المكونات اللي هنا واحد العدد ديال القوى تخوض نضالا دؤوبا ومبدئيا وكنقول مرفوع الراس ايضا في الميدان وعلى الواجهه السياسيه والجماهيريه والثقافيه والفكريه وغيرها. في الحقيقه خصنا نقولوا بان العدميين هما اللي تيكونوا هذا الحلف الغير مقدس الملتف حول المخزن طمعا في الفتات ديال القصار. هو هذا الحلف اللي تيزرع الياس والاحباط عبر افساد الحياه السياسيه وحتى الذوق العام، ويزرع قيم التفاهه والانتهازيه والفردانيه، ويحول الانتخابات الى كرنفال مشوه ومنسوخ لا ذوق له ولا طعم. ثالثا، يقال ان مقاطعتنا للانتخابات تتم بشكل مبدئي، والمقصود مبدئي هنا اي اوتوماتيكي مسلم به ودون نقاش. نقول ايضا هذا هراء ودعايه مغرضه تسعى بها الى تشويهنا. ونقول ايضا بان المشاركه اليوم في الانتخابات هذا الحلف غير المقدس بما فيه محسوبين على او اللي حاسبين نفسهم على اليسار، والمشاركه ديالهم دائما في مختلف الحكومات رغم الاهانات اللي تعرضوا لها من طرف القصر، هذه هي العدميه. ونقول ايضا بان هذا ينطبق على بعض الذين يستخدمون الاسلام في لاغراض سياسيه باش يلقيوا واحد المسحه يعني اخلاقي على العمل السياسي ديالهم. راه انفضحوا هنا بما في ذلك في مجلس المدينه في فاس، ولا اتحدث يعني عن الذين خرجوا من رحم الاداره. احنا الموقف ديالنا من الانتخابات لا يمكن ان يكون ثابتا سواء بالمقاطعه او المشاركه او عدم المشاركه، وهو موقف تكتيكي يحسم عبر الجواب عن سؤال: ما هو الموقف الذي يخدم قضية التغيير لصالح الجماهير الشعبية في ظروف صراع طبقي معين وموازين قوى ملموسة، وليس يعني بالاستناد إلى تحاليل يعني اللي كترتكز على أو تستهدف التموقع في المشهد السياسي. دعونا هنا أيضا أن نقول أن بعض الأوساط ديال اليسار تنشر غموض، فقد سمعنا من يقول بان موقف المقاطعه لدى اطراف سياسيه بعينها قد طال امده، وبالتالي هذا ما بقاش موقف تكتيكي، هذا ولا شي حاجه استراتيجيه. هنا ايضا اقول بان هذا الشيء ماشي صحيح، لان التكتيك ماشي هو المناوره، والتكتيك ما
ما تتوزنش بالمدة الزمنية. التكتيك هو مجموع الوسائل وأساليب العمل وأشكال التنظيم والدعاية اللي تتمكن من التقدم نحو إنجاز المهام الاستراتيجية أخذاً بعين الاعتبار الواقع الملموس لكل فترة. على هذا الأساس نحن نقاطع الانتخابات الحقيقة ملي تنشوف التحليل ديال المكونات الثلاث واحد العدد ديال النقاط هي مشتركة ولا يعني أريد التوقف عنها وهي معروفة في النداءات وفي البيانات. منها أولا أن هالانتخابات مؤطرة بدستور كما نقول مفروض على شعبنا ومرفوض من خلاله. دستور يركز السلطات الأساسية بيد المريك وبالتالي لا يسمح بتداول حقيقي على السلطة. لا نقاطع فقط لأن انتخابات تجري تحت إشراف وزارة الداخلية صاحبة البع الطاوي في الزوير وقد شاهدنا علينا الانتباه هذا ماشي مجرد كلام أنه قبل 2007 واحد عدد ديال المهندسين ديال الانتخابات وصنع الخرائط في عهد إدريس البصري رجعوا بقوة وكانوا عمال ومشاو الداخلية وثم من بعد رجعوا. طبعا القضية ديال اللوائح واللي المخزن ما بغيش يلغيها ويكون اقتصار فقط على البطاقة الوطنية وقضية التقطيع وقضية التحكم المطلق في الإعلام بكل المرافق ديالو سواء المرفق العمومي أو الإعلام اللي تسمى الإعلام الخاص أو الخصوصي. وهذا في الحقيقة غير هذه النقطة ديال الإعلام بوحدة تطيح كليا إلا ضفنا عليها التقزز ديال الشعب من هذه المؤسسات تطيح كليا بالأطروحة ديال الوظيفة المنبرية ديال الانتخابات في المغرب الآن. من غير هذا الشيء اللي هو مشترك بيننا أظن أنه مشترك بيننا أيضا أننا نقاطع الانتخابات وبالأساس لأن هذه الفترة هذه بدات اللي احنا فيها هي واحد الفترة ديال النضال الشعبي فيها واحد المد الثوري تجسد حركة 20 فبراير وهذا ما يفرض أنه يكون التركيز ديال النضال ديالنا في الشارع ماشي في المؤسسات وتشديد الخناق على المخزن والتأزيم ديالو والإرهاق ديالو. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها هو أنه في هذا الأسبوع أو الأسبوعين يبدو بأن مخزن مرتبك فهو يعتقل وينكر تحت ضغط منظمات الحقوقية بأنه يعتقل. فتح الإعلان جزئيا في وجه المقاطعين في استفتاء الدستور ثم أغلقه بشكل تام هذه المرة. سمح للمغاربة المقيمين في الخارج بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري وأغلق الباب في وجههم بمبررات تقنية وكأن هذه المبررات التقنية ما كانتش موجودة في قضية الاستفتاء على الدستور. كنتظر شخصيا بأن المقاطعة ستكون عارمة غير مسبوقة هذه المرة والطريق ديالنا هو طريق كما قلت إرهاق المخزن وخوض حرب استنزاف حقيقية سياسية طبعا ضده مما يتطلب منا نحن في اليسار نتحلوا بالنفس طويل ما نجدوش نماذج من خلوت آخرين ونبغيو نحطوهم كوبيي كولي خصنا نسترشدوا بهم ونفكروا بهم ولكن نحلوا بالأساس الواقع والإمكانية الذاتية ديالنا موازين القوى ونشوفوا كيفاش نتقدموا. تنقول خصنا نفس طويل خصنا الوحدة في النضال خصنا نجنبوا الاشتراطات على بعضنا البعض خصنا نحلوا التناقضات في صفوف اليسار وفي صفوف الشعب بشكل ديمقراطي بما يقوي صفوفنا ويرص صفوف شعبنا. والمطلوب هو تقوية حركة 20 فبراير بالخصوص عبر لجان عبر بناء لجان الأحياء الشعبية. إن نقطة ضعفنا هي في الأحياء الشعبية خصنا نبنيها وهذا أمر ممكن لا توحدنا على أساس قواسم مشتركة. طبعا خصنا نعملوا باش تلتحق الطبقة العاملة بأكبر سرعة بحركة 20 فبراير وخصنا نعملوا على تغيير موازين القوى والتخلص يكون هذا هو الهدف التخلص من المخزن ولكن من الفئات الأكثر شراسة في التكتل
طبقي السائد. وغالبا ما تغفل هذه النقطة، راه إلا ما تخلصناش من هذه الفئات الأكثر شراسة في الطبقة السائدة، هذه الفئات اللي تقتني عن طريق النهب والرشوة والابتزاز والتجارة في المخدرات والدعارة وغيرها، هذا هو الطريق لإقرار دستور ديمقراطي وإقرار الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. التخلص من هذه الفئات هو شرط أساسي لإقامة الديمقراطية في بلادنا. وشكرا. شكرا رفيق معاد الجحري على تدخله. وفعلا كما جاء في كلمته أن المخزن يعيش مأزقا حقيقيا من خلال يعني الهستيريا الآن للدفاع عن العمل على مشاركة أو إشراك المواطنين في هذه الانتخابات من خلال عدة مراحل تتجلى، لافتات مكتوبة لم تدريم أي حزب كتبها، دعايات في يعني في جميع الوسائل الإعلام وغيرها، وبالمقابل لم يسر حتى في المنهجية التي اعتمدها أثناء المناقشة الدستور، سمح الأحزاب المقاطعة بالتعبير عن أيها الوسائل الآن الإعلام، الآن نجد عكس يعني يتم منع الأحزاب اليسارية من هذا الحق في الوصول في الحق في الإعلام والتابع عن الرأي، باعتبار أن يعني اتخاذ موقف الانتخابات هو رأي، والرأي هو حق من أسماء حق الإنسان، لا يمكن أن يقيد بهذه القوانين التي يتابع بها مجموعة من المناضلين والمناضلات المختلف الأقاليم. وعلى مستوى الإقرارات فتم منعنا من كتابة لافتة التي تخص هذا الرجل، يعني تم بطريقة بطريقة الضغط على أصحاب المطبعة، وكان نوع ديال التباطؤ لنخبر في هيئة المطاف أن لم يسمح له بكتابة لافتة لهذا النشر، إذا هدف الإطار. إذا موقف المقاطعة كما هو معروف عن طريق يعني الدواعي والأسباب هي متشابهة ونفسها عند جميع الأحزاب الثلاث، ولكن القراءة تختلف من حزب لآخر. إذا الكلمة الأخ عبد العالي كبيرة عضو المكتب السياسي للشتراكي الواحد، يتفضل وتحية نظرية له وللمناضلين والمناضلات الذين حضروا معنا في هذا المهرجان. شكرا شكرا للحضور الكريم. على أي حال فرصة سعيدة أن نتلقى اليوم كمناضلين يساريين ديمقراطيين البحث على المشتركة، على أي حال مغيرش لأنه موضوع بحجم لأن المقاطعة ما مازولاش على النسق التاريخي ديالها والنسق الفكري، وبالتالي صعيب علينا أننا نناقشوا موقف مازول على هذا النسق ربع ساعة، وبالتالي غادي نحاول نمكن نعطي مجموعة من النقاط. أنا أقول غادي نحاول نبحث على المشترك داخل جيوبنا، على أي حال بالتأكيد كاين مجموعة ديال الاختلافات في المنهج ديال التفكير فوقيتنا السياسية المرحلة شعاراتنا كانت تنتقدوا طويل، ولكن أقول أنه بالفعل اليوم ونحن في المرحلة لنا كل الشروط اللي كتبرعها باش غادي نقاطعوا، ما غاديش نحاول نكثر منها لأنه أعتقد نقتسموها بشكل جماعي، ولكن اللي كيهمني أنا هو بعض التحليل السياسي المرحلة. دونك أنا كنقول اليوم حنا كنتلاقاو يجب الإشارة أنه اليوم هذه فرصة من الفرص اللي سمحات لينا وعطات لها حركة 20 فبراير، تحية بشكل كبير لحركة 20 فبراير اللي أنقذت المشروع السياسي اليساري الديمقراطي بوحدة من مرحلة الأزمة وأدخلته للأجوبة ديال المستقبل. هذا أساسي، أنا اليوم يمكن نقول بكل ثقة أنه حركة 20 فبراير أدخلت الديمقراطية اليسارية مرة أخرى إلى الحراك السياسي من أجل المستقبل، من أجل المستقبل الشعب المغربي. هذا أساسي. جوج هو انه بالفعل ما يفوتش فرصه، تحيه والاجابه لكبار الشهداء ديال الحركه، تحيه للخوت المناضلين اللي حاليا معتقلين في حركه 20، تحيه لكل المناضلين اللي على اي حال حاملين المشعل ديال الحريه، حاملين المشعل ديال التغيير وكيناضلوا من اجل هذا الواقع هذا من اجل التغيير. اقول بالفعل انه المقاطعه ما معزولاش على تاريخها، وحنا المغرب ما معزولش على التاريخ السياسي ديال العالم كامل، وبالتالي المرحله اعتقد انه المرحله ديال نقراوها اليوم وحنا كنهضروا على المرحله ديال اللي كنعيشوها كجهه، يمكن نقول انه داخل العالم بشكل عام كاين ازمه واضحه، معنى انه النمط الانتاج الراسمالي وصل لحدوده، كيعيش في مراحل معينه وكيجاوب، ولكن تناقضاته معنى كيدير واحد المستوى ديال الردود الحدود الان، يمكن نقول فاش كديكلونش الازمه في امريكا في فرنسا في بريطانيا في اليونان كذا، معناه بغينا نقول لك رانا كاين واحد المنظومه ما كتسقط، هذه المنظومه كان مفترض فينا
كي يسهلين في المرحلة إذا نكونوا واجدين باش نملؤوا الفراغ. أقول هذه من التحديات ديال المرحلة، أنه بالفعل حنا ما واجدينش تغير بشكل عام داخل المنطقة العربية اليوم في الحراك السياسي في تونس كيبان في مصر كيبان، معناه أنه القوى الديمقراطية كانت عاجزة على أساس أنها تملأ الساعة، وبالتالي علاش انتخابات تونس شنو عطات؟ مصر اليوم التحالف كذا وبالدنيا كاين، معناه اليوم الفكر الديمقراطي اليساري تقمع في مرحلة طويلة، وبالتالي اليوم كاين ضروري أنه يستنهض والاستنهاض ديال واقعه، ومفترض أن يكون مجهودات كبيرة على المستوى الفكري، على مستوى العمل التنظيمي، وبالتالي على مستوى التراقي على الحدود الدنيا ديال المرحلة والأجوبة السياسية. دونك أنا كنقول بشكل عام ها الوضع العالمي، وبالتالي أعتقد أنه ماشي غريب علينا أنه هذا العالم هذا كيوقع، معناه أنه في الدومين ومجموعة الناس مجموعة البلدان كتسقط، معناه الاقتصاد كيسقط، وبصيغة أخرى أنه حنا كدول متقدمة غادي نعانيو أمر يمكن الأزمة في الدول المتقدمة ما كتوصلش بهذيك السرعة، ولكن يمكن من دابا 9 سنين غادي نوليو أزمة ثانية وعميقة. دونك حنا كنقولوا أنه بالفعل أنه هذا الواقع هذا خصنا ناخذو باش نقولوا ودي المشروع الجاي هو مشروع ما يمكن يكون إلا في يساريين ديال الديمقراطية إلا بنفسه واجتهدوا فكريا، وأعتقد أنه الجواب حاليا على المستوى الفكري يمكن نقول أن مازالين بعاد، اجتهادات فكرية نادرة وسيرتو على المستوى العربي، كيمكن بعض الاجتهادات كتبان على المستوى العالمي، ولكن في اعتقاد المستوى العربي مازال مطروح لنا مجموعة ديال الاجتهادات. هذا اللي بغيت نشرحه. المستوى الثاني هو بالفعل ما نعزلوش واقع ديال المغرب على ما يقع داخل المرحلة المنطقة كاملة، معنا أن اليوم ونحن نعيش الحركة ديال 20 فبراير، نحن نعيش الحركة ديال الشارع، ولكن نعيشه ضمن فضاء أوسع اللي هو بالفعل المنطقة كاملة بما يقع في كذا في تونس كذا، معناه أنه كاين واحد النوع ديال الجدلية في تعاطينا مع هاد الإشكالات كاملين، وبالتالي حتى الصهار ضمن واحد الفكرة معينة ديال أنه المنطقة يجب أن تحيا ضمن المشروع الديمقراطي، ولكن التحديات المطروحة. مستوى آخر اللي بغيت نشير ليه ولكن غادي ندوز بعجلة هو أنه داخل الواقع ديال البلاد. مع مرة نعتقد أنه لحظة ديال 20 جات في لحظة معناها واحد النوع ديال السرعة، أنا أقول كاين مخاطر طويل عاشو الشعب المغربي، وبالتالي حركة 20 معناها اللي مفاجأة طفرة الجهد ديال الموضوع الذاتي من أعطت وهذا هو اللي أساسي، معناه إشارة أخرى هو أنه 20 فبراير هي الامتداد وصراع وتتويج صراع عاشو الشعب المغربي بمناضليه بقواه اللي أدى فيه ما أدى فيه، ولكن أعتقد أنه تكون واحد النوع ديال الانتصار. أقول الانتصار هو جزئي، وهذا علاش برمي المسائل أكثر هو كيفية إدارة حركة 20 كحركة سياسية احتجاجية من أجل المشروع ديال الديمقراطية. دونك أنا بالنسبة لي هادو مجموعة ديال المشاكل. المستوى الثاني هو أنه حين نتكلم على 20 مزيان نهضر ما قبل 20، أنا أعتقد أنه ما قبل 20 كل القوى السياسية كانت كتخرب الأزمة، ما نهضرش على واش الأزمة منشورة، أزمة ديال الممارسة، ماشي أزمة ديال الممارسة، أزمة كيفاش أنه تكتسح الفضاءات العامة من أجل مشروعها، وبالتالي كيبان أنه المخزن في لحظة معينة ما غاديش نقول كان قوي لانه قوي ومازال قوي حتى في الضرائب لا يتعالوا في هذا، ولكن اقول انه بالفعل في لحظات معينه كان كيبان له الخرج في لحظه ما قبل 20 كل شيء التصورات ديالنا كامل كقوى سياسيه كنا نعيش ازمات اما داخليه ولا، ولكن على الفضاء العام كنا كنعيشوا هذه الازمه هذه، وبالتالي هذا الشيء علاش كان يستعصي السؤال ديال يستعصي الجواب على كيفاش كنصوروا المنطقه الديمقراطيه في اللحظه والتابعة ديال هذه التغيير، بمعنى انه السؤال ديال الديمقراطية طرح اشكال مختلفة، ولكن في 10 ديال 20 تتوج حركة شابة اللي حاولت ما امكن طرح شعارات يمكن نشوفوا فيها جانب ديال الاصلاح، ولكن اساسا عميقة في المجتمع. نحن نتكلم على محاربة الاستبداد والفساد، معنى يمكن منطق اصلاحي كذا كذا، ولكن عمقها كاين واحد المنطق ديال التحول في الالهاب. حين نتكلم على الكرامة والحرية وكذا معناها شعارات عميقة، ولكن ما بغاز ديال قطيعة مع ممارسة مخزنية داخل اللحظة راهي. دونك هنا كنقول ما قبل 20 كنا نعيشوا أزمة، بيان سور كيمكن نقول توجت هذه الأزمة والطب ديالها على مستوى النظام هو البركة ديال الحزب ديال الأسرة والمعاصرة واكتساع ديال الموقع كامل. المستوى الثاني هو بالفعل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، لأنه في المرحلة بالفعل بان أنه على المستوى السياسي معناها كيف النظام أدخل السياسة المقدس، مستوى ثاني كيف انه الاقتصاد هو اقتصاد ديال الريح وبالتالي اقتصاد ديال الامتيازات وبالتالي ضرب البلاد وحطم كل الامكانيه ديال الاقلاع الاقتصادي. المستوى الثالث هو الاجتماعي، معناه الانعكاسات السلبيه ديال الاقتصاد على المستوى الاجتماعي، وهذا كيبان في السكن في التشغيل في كذا في التعليم كذا، معناه كل السياسات اللي كانت في ذاك المرحله هي سياسات لا شعبيه، وبالتالي عطات ما عطات، وبالتالي بالفعل خلقات واحد الفئه ديال
ديال الفاسدين في هذه البلاد اللي دبروا المرحله وعلى اي حال كتجي تتوج هذه الرؤيه الخاطئه اللي فيها التعاطي مع النظام الديمقراطي وتجربه ديال التناوب. وانا بعتقد انه تجربه التناوب احبطت الشعب المغربي، معناه يمكن عطات واحد الاشاره معينه واعتقد الشعب المغربي انه بالفعل هذه التجربه ممكن تعطي، ولكن بالفعل الشعب المغربي مع تجربه التناوب فهمي انه هذه التجربه ما كانتش صالحه وبالتالي احبطته من يجي العزوف على السياسه ويجي نظره اخرى للسياسه كامل. دونك حركه 20 الايجابي فيها انها حولت معناها ارجعت السياسه قيمتها الحقيقيه، معناها نبذ السياسه في لحظه معينه في الوقت اللي هذه التجارب كامله عطات انه بالفعل السياسه ولا السياسه ديال الاغتناق، السياسه ديال الفساد، السياسه كذا، معناها انه خرجت حركه 20 وهذا الايجابي فيها انه انقذت الفكر الديمقراطي واليساري من واحد النوع ديال الكبوه، ادخلتنا في ممارسه سياسيه نوعيه بقيمتها الاساسيه، ثلاثه انه بالفعل اخطات الحسابات ديالنا كاملين، كنا كنعتقد في لحظه معينه انه الشباب ما معنيش بالسياسه. الوقت اللي الشباب جاوا في الارض وقالوا لهم بالفعل نحن معنيين بالسياسه، ولكن ماشي بالسياسه اللي كديروا نتوما، معناه الشباب فقد الامل في السياسه بالشكل القديم ديال لغه الخشب، معناه بغى سياسه ديال المواجهه، سياسه ديال الوضوح، سياسه ديال الفكر، معناه ماشي سياسه ديال واحد البوتيكات معينه اللي تنفذ خلال مرحله طويله. دونك انا كنقول حركه 20 ايجابي ديالها هو فتح لنا هذه الورشات. بالفعل الحركه 20 حين دشينا المشوار ديالها راه كاين الشباب كاين المستقلين وكاين الاحزاب الديمقراطيه، معناها ما نوليوش نهضروا عليها كاننا خارجها، حنا جزء من حركه 20 ولكن ما عمرها عندنا الهدف اننا نقودوه ولا تقودنا، حنا كنقول نحن جزء من حركه 20 وندافع على استقلاليه حركه 20 لاننا نعتبر ان حركه 20 الحدود مازال ما تبررش السلطه النهائيه. علاش مازال ما تبررش السلطه النهائيه؟ لاننا نعتقد انه اليوم حين نتكلم عن اليمن ولا نتكلم عن مصر اقول ناخذ مسافه طويله ونقول المغرب راه ماشي هما هادو، علاش؟ لانه حين الا بعض التجارب اليوم خذوا التجربه ديال بعض المدن، معناها شكون اللي كان في 20 فبراير؟ المناضلين، الشباب كذا كذا وبعض الفئات، ولكن الطبقه المتوسطه هي اللي كتنزل، معناها اليوم الخطاب هو موجه للطبقه المتوسطه وبالتالي ضروري خصو يكون واحد النوع ديال الفهم السياسي والوضوح السياسي باش يطبقوها، لان سينو مازال انا اؤمن انه في لحظه معينه الطبقه العامله راه تلتحق التجربه ديال مصر هذا فوقاش التحقات تونس ان سي دي سويت، مي اقول انه بالفعل خص واحد الفضاء ديال الثقه في الفعل في العمل السياسي باش هاد الفئات الشعبيه انها تنزل، ولكن بعض المدن بدات فيها الاشاره وخصنا نقويوها، ولكن نقولوا انه حركه 20 مازال في بدايتها وبالتالي ما نطرحوش عليها شكون الامل، لانه انا ما بغيتش الحدود كنقولوا شي سوريا ولا ماشي سوريا، نقول لها مطالب واضحه وبالتالي انا اعتبر ان مطالبها اليوم هي مطالب ديال تغيير الواقع ضمن واحد الوضع معين ديال الاصلاحات. دونك بالفعل هذه على مستوى حركه ديال 20 نقول هذا جزء من الاجوبه. بالتاكيد الايجابي في المرحله هو انه كاين حركه 20 كاين بعض المدن، لانه ملي غناخذوا التجربه ديال خريب كاع الارتباط بالفوسفات ولا اسفي ولا كذا كذا، معناها بعض المدن ما نطاطش حركه 20، معناها انه اليوم وهذا هو التنوع في النظام في المرحله، كيفاش حركه 20 كدشن شعارات واضحه وكيفاش في اسفل المجتمع المغربي بعض المدن كتولي تهيئه الشن. اليوم ما بقاش ممكن ان ملي كنفهموا ازيلا كيديروا مسيره من ازيلا باش يوصلوا للمنطقه، ملي كنفهموا قريه كدير وقفه على الصحه، ملي كندير معناه كاين واحد الغنى في النظام في المرحله. وهادشي علاش كان حبالا لانه الديمقراطيه المستقلين اللي كان راه الديمقراطي معناه على المستوى السياسي فكره كذا كذا، معناه انه يكونوا حاضرين من اجل تسطير هذا العمل هذا، مع الاسف كنقول انه بالفعل مازال خصنا نعمقوا العمل ديالنا داخل هذه المجموعات، داخل مدننا، داخل الاحياء، وهذا بالفعل هو اللي كنقص اليساريين. دونك انا بشكل عام انا اقول هذه حركه 20 بيان سور كان جزء الاجوبه على حركه 20. الناس اللي خاطوا فيها هما الديمقراطيين اليساريين واضحين مواقفهم مع مراكش فيها الضباب، وكاين بالفعل موقف ديال الاحزاب اللي حاولت تطرحها في البدايه انها تحتويها، وثاني حين بان انه هذه الحركه 20 كتشطب شعاراتها بعدات عليها، كاين النظام بالفعل اللي بغى انه دار جوج ديال المستويات، المستوى الاولاني هو انه باش يقتلها بالمهد حاول يجاوب عليها الاشكالات ديال خلق معناها الجنس الاقتصادي والاجتماعي، اتفق مع النقابات على زياده ما، توظيف بعض المعطلين، يا سيدي سيدي معناها هذه الاجوبه، والجواب الثاني اللي كان سياسي هو انه الدستور، معنا ما نخرجش على الدستور، اقول انه بالفعل الدستور اللي تم انتاجه وعلى اي حال المواقع ديالنا كانت مشتركه في تعاطينا مع الجبد المالوني ومنطقه التعيينات ديالنا كرفضوه، واللي حتى في ضمون اقول انه الدستور كان جاوب عليه ديال حركه 20 هو في الوقت اللي اعلن كذا، معناه الناس حركه 20 استمرت. معناها استمرت، معناها الجواب عرفت على هذا الدستور هذا بالسياق اللي بغاو يطبلوا ليه. مستوى ثاني على
مضمون ديال الدستور. اقول انه بالفعل الدستور اعطانا هذه الامكانيه ديال خلق جبهتين واضحه، معناها جبهه اليوم ديال حنا كنقول من مع الدستور، معناها جبهه مناهضه للديمقراطيه في البلاد. ما قصدتش نقول معناها الكلام في المرحله الراهنه على احزاب كانت تحسب على الصف، اليوم كنديروا خط احمر ما بقاش عندنا شويه ديال الضبابيه. اليوم كاين الناس اللي صوتوا على الدستور، معناها انه يؤبدون الاستبداد في البلاد. والجبهه التاليه اللي كنتمنى انها تقوى هي الجبهه اللي رفضت الدستور واللي خصها تنظم وتقلب على مشترك ضائع فضاءه من اجل الانجاز. دونك هذا انا كنقول، علاش كنقول هذا الشيء؟ هذا باش ما يوليش التحالف في المرحله الجايه يولي نقاش اخر. عاد بالاضافه انه بالفعل بصفه عامه هو انه الحدود الان يمكن نقولوا بصياغه ديال الكاريكاتير هو انه الدستور الجديد اعطى للملك اكثر ما كان عنده في الدستور القديم. واللي خطر في الامر وهذه الاحزاب ديال اللي كنت تحسب على الصف الديمقراطي هو كل لحظه في التاريخ النظام كيدير مشروع ولا خطاب يحول الى المقدس، وهذا خطير جدا. وهذا النوع ديال الكلام الدفاع عن الدستور التوري والدستور المتقدم كذا كذا، في كل لحظه في التاريخ اذا رجعنا للخطابات ديالهم كنلقاوها، معناها انه هاد الناس هادو هاد الاحزاب هادو معناها مازالين خاضعين لواحد النوع ديال يمارسون السياسه منطقه الايحاءات. حين يتكلم المقدس النظام الوحداني كيقولوا امين. دونك حنا السؤال وهذا الشيء علاش بالفعل هذا ما ادى للعزوف ديال 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 الجماعه الشعبيه، ادى العزوف ديال السياسه الشباب السياسه، هذا بشكل عام. دونك انا كنقول الحدود الان الانتخابات ما هي الا حلقه من ضمن الحلقات القدام. حنا ما عندناش على اي حال موقف ديني من الانتخابات واش حنا مع ولا ضد، لانه الاشكال ماشي هو هذا. نحن نقوي موقفنا ونحسم الموقف ديالنا على لا كونجونكتور ديالو، معناه هل الموقف اليوم ديال الانتخابات، لانه اعتقد انه اليوم كاين ثلاثه ديال العناصر الاساسيه في المرحله، هل الانتخابات لها السياق ديال الدستور هل فتحت بوابه على الديمقراطيه ام لا؟ نقول لا، لانه ما فتحاش بوابه على شي ديمقراطيه. هل بالفعل تشتت مرحله الديمقراطيه؟ نقول لا، معناه مازال منطقه الاستبداد. ثلاثه هو بالفعل هل تحول الاقتصاد من اقتصاد ربعي الى اقتصاد وطني وكذا؟ لا، معناها اليوم الاقتصاد واضح فين غادي. هل طرأ تغيير على المستوى الاجتماعي؟ معناها واش الطبقه العامله ما عرف شنو، واش الموظفين شنو، واش الطبقه، معناها حنا كنقولوا اليوم الجانب الاجتماعي مازال متأزم. وهذا علاش هذا المدربات بيان سور حنا ما حنا غادي نكون دائما ضد ان وزاره الداخليه تصرف انتخابات، غنكون ضد انه الاقصاء ديال 7 الملايين، غنكون ضد انه حق اغلاق الحق العام ديال السياسه، غنكون ضد الحريه اغلاق الحريه العامه، غنكون ضد انه الفضاء السمع البصري كي سيدي السودان كلهم اللي اساسي انا بالنسبه لي. ولكن الاشكال الحقيقي اللي خصنا نطرحه بعضياتنا هو ما بعد الانتخابات. انا اقول حركه تجي سوف تستمر ما بعد الانتخابات، علاش؟ لانه الازمه سوف تستحي. انا ناقشها على المستوى العالمي وغناقشها على المستوى ديال البلاد. بالفعل اليوم في البلاد مازال يمكن نقولوا ان الثروات ديال البلاد اقليه معينه اللي كتستافد منها، كاين السياسه مخلطه بمعنى بالمقدس، الاقتصاد بالمقدس، المسؤوليه السياسيه بدون محاسبه، معناها مجموعه ديال الحوايج اللي كتحدد الموقف ديالنا على اي حال كديمقراطيين. من هنا كنقول المرحله الجايه معناها ما بعد الانتخابات كيف السؤال اللي خصنا نطرحوه وكيفيه اعطاء نتائج جديد لحركه 20. بيان سور كيبان الجواب صحيح وانا غنلتحقوا بها وحنا فيها وكذا كذا، ولكن اليوم خص يكون عندنا واحد التصميم واضح. حركه 20 مازال الجماعه الشعبيه ما نزلاتش معاها، كيفيه العمل من اجل ضخ دماء جديده في هذه الحركه، كيفيه جعل ان هذه الحركه تكون اكثر قدره على الاستقطاب، كيفاش هذه الحركه تكون اكثر قدره على انه تفهم دير دي ميساج كلير. دونك حنا في اعتقادنا على اي حال فاش هضرنا على الدستور حددنا له الاطار العام كيفاش خصو يكون، حددنا المبتغى، لانه ما يمكنناش انه الدستور ما حسمش ما عطاناش امكانيه نحسموا السلطه. وحنا كنقولوا انه هذا الدستور اي دستور اللي ما فيهش السياده ديال الشعب واضح انه ماشي دستور. دونك هنا كنقولوا انه هذا الدستور ها اشراطاتنا عليه، ها كيفاش خصو يكون، ولكن على المستوى السياسي بالفعل ضروري انه يكون عندنا واحد الوضوح. حين طرحنا باش نكون واضحين، حين طرحنا الملكيه البرلمانيه فاعتقدنا نعتبر انه هذا الشعار هذا ممكن في اللحظه الراهنه انه يكتف رؤيتنا كامله لمرحله التغيير، معناها ماشي نهائي. باش نكونوا واضحين، حنا باش كنديروا السياسه ما كنديروهاش بالاجيال والاجيال، معناها نعتبر انه المرحله الراهنه هذا الشعار هذا يضمن لنا وجود واضح ديال الفئه المتوسطه اللي واضحه كيفاش كتفكر، ديال عموم الشعب المغربي اللي مازال في تركيزه قراءته الملكيه مجموعة ديال الشعارات، على اي اساس نعتبر انه الملكيه واضحه، ملكيه برلمانيه
وباش نكونوا واضحين معنى انه الملك خصو يصور حل يرحل على التدبير. معنى ما عندناش مشكل في الصابون لانه في اقل المطاف دول كيما بغات تكون، ولكن اللي خاطر في الامر هو انه ما يمكنش ملك يسكن هنا وهنا. معنى ملك فضاء ملك الفضاء تكون لا. دونك الاختلاف اللي عندنا هو انه من داخل هذه المنطقه التنظيم والنظام نحاول تغييره. دونك هذا الشيء اللي كنقولوا اليوم ضروري بالوضوح السياسي. بالفعل حركه بحال هذا الشيء حنا ما بغيناش نجاوبوا واش حنا عدميين ولا العدمي هو اللي ما كيصنش للشارع المغربي، بالتالي ما غنخرجش حنا في البوليميك ديال شي احزاب ما، لانه في اخر المطاف حين يعلن الانتقام ولا المحاربه الفساد بالسداد اعتقد انه رؤوس كبيره من الاحزاب اللي كانت تحسب على الاحزاب هما فاسدين. وبالتالي اعتقد انه المرحله الجايه هو انه كيف نبحث على تراقي بين هذه القوى كامله بضعفنا بقوتنا بكذا كذا، بغينانا كيفاش اننا نبحثوا انه نعطي نفس جديد الحركه ديال حسين من اجل بالفعل انه توسع على عموم الشعب المغربي. وشكرا. شكرا الاخ عبد العلي كبيره. قبل ما نتكلم مع الاخ عبد الرحمن بالعمار، اشير الى ان من خلال الاتفاق بين الهيئات التنفيذيه الاقليميه للاحزاب الثلاثه تقرر ما يلي بالنسبه للغد، يعني الاخوان باش يكونوا مبعثين ومستعدين. اذا كاين مسيره في ديال 20 فبراير في سلاف، وكاين مسيره في تمارا، المسيره ديال سلاف مع 6، ومسيره ديال تمارا مع 6. بالنسبه اللي اتفقنا ان قبل ما نطلقوا للمسيره التنظيمات بثلاثه، كنعطي بالنسبه لتمارا غيتلاقاو مع 5 باش يوزعوا النداءات المشتركه عاد يلتحقوا المسيره في تمارا. وبالنسبه للرباط الاخوان ديال الرباط ولا ضروري التعبئه ديال جميع المناطق ديال اقليم الرباط ديال التنظيمات الثلاثه باش يتواجدوا في الملال غدا مع 6 في قدام البوسطه باش يطلقوا في توزيع ديال البيانات والنداءات المشتركه، ومتفقين بان كنوزعوا النداءات المشتركه باش تكونوا في المسائل اللي اتفقنا عليها والنداءات الوطنيه ديال كل تنظيم، يعني كنمشيو بعد بالتوازي. بالنسبه للسلاف خلينا الاخوان غادي نسقوا بيناتهم ويشوفوا الوقت اللي مناسب اللي غادي يوزعوا فيه. الخميس كاين مسيره مع 6، حنا كتنظيمات بثلاثه غنتلاقاو مع 4:30 قدام النافوره، وغادي ننطلقوا بالتوزيع ديال النداءات المشتركه والوطنيه ايضا، ونعاودوا نرجعوا نلتحقوا بالمسيره في 6. اذا هذا هو باب الحد نهار الخميس مع 4:30 باب الحد بجميع يعني التنظيمات بالرباط تبارا وسلا تبارا سلا رباط ثلاثه. الكلمه للاخ عبد الرحمن بالعمار نائب الكتيب العام للحزب العربي الوطني الشرقي. تحيه للاخوان والرفاق والاخوات. الاختصار الكبير والتفكير الكبير والعلمي على ما فهم به الاخوان المتوحدون حيث ان حزب القلعه الديمقراطي الشرقي يعتبر مقاطعه الانتخابات استمرار لمقاطعه الدستور. هنا ارتباط كبير بين المقاطعتين لا يغني احدهما عن الاخر. مقاطعه الدستور تقتضي مقاطعه انتخابات 25 فبراير. لماذا؟ لانه مجلس النواب الذي انتخب سيعمل بدل هذا الدستور. هذا الدستور سيوفر لمجلس النواب المغربي كافه عوامل ليقوم بمهامه الشركه لصالح الجمهورية ومهامه في مراقبة مختلف الأجهزة التنفيذية، أي في مراقبة الحاكمين. نقول وهل الحكومة التي ستنطبق على البرلمان المغربي ستقوم بدور يستجيب إلى ما طلبت به القوى الديمقراطية من تحويل وحدها إدارة الشأن العام الداخلي والدستور بين محورها؟ إذا من لعبت
القول مهما كانت نزاهة الانتخابات في الجسم سيقوم بالدور المشار إليه، ومهما كانت نزاهة الانتخابات ستنطق عليها حكومة ستعمل في الدستور منكم، لكن لا هذا ولا ذاك، لا انتخابات الديمقراطية ولا دستور ديمقراطي ولا مقتضيات تسمح لمجلس النواب ان يقوم بصلاحيته. لا حاجة ساكن التفكير فقط، يجب التفكير بسرعة كبيرة على الهيمنة المعالم الأساسية للدستور التي قاطعنا وقاطعته العديد من القوى المناضلة الديمقراطية، وذلك أنه الذي ينجلي السودان وحركة 20 فبراير ومساندها هم الذين قطعوا الدستور وكانوا منسجمين مع أنفسهم عندما استمروا في مقاطعة مجلس النواب. مجلس هذا الدستور الذي طبل له هي الدستور تسمى الفتح يوز 2011 لم يختلف في عمقه عن التصاصير التي سبقت، رغم أنه وسعوا في المجال المتعلق بحقوق الإنسان. ما عليك أن الدستور السابق كذلك كان زياده الصلاة ولكن لم يفصل فيه، ولكن في العمق لا زال يهيمن عليه المقتضيات الفصل 19 المتجسمة في الفصل 41 التي تعطي دستور آخر من ذلك كأدلة للمنح. لا زال الدستور الجديد بصفة عامة يعطي للملك صلاحية واسعة يهيمن بواسطتها على المجال التشريعي في نطاق الفصل 41 في التشريع في المجال الديني، المجال ربما حتى العسكري. لا زال يعطيه أيضا حق وصلاحية للهيمنة على المجال التنفيذي وعلى المجال القضائي ولا محل للتفكير في ذلك. الملك أصبح ربما أصبحت صلاحية مقننة بكيفية واضحة أو ساعة من الصلاحيات التي كنا نقوم فيها جدلا حول تأويل الفصل 19 وغيره من الفصول. هو رئيس لمجلس الأمن الوطني وما أدراك مجلس الأمن كذلك هو الشرطة وتوجيهات استراتيجية الآن والاستخبارات إلى آخره. رئيس بصفة صريحة أعطى رئيس للمجلس العلم الأعلى يعني الحق الديني كذلك يسيطر عليه، وهذا المجلس الأعلى هو ضرب للحق في حرية الرأي والتعبير، لأن المجلس العلمي هو الذي أعطى له حق الفتوى وحده، هو الذي فرقصه، هو الذي يضع جدول الأمانة في جميع الشؤون ولكن من منطلق ديني. الصيغة فيما يعرض عليه بمصادر ومراجع دينية. يسيطر كذلك على السلطة التنفيذية كالعهد السابق في الحكومة الوطنية تكون تحت ظل الملك، لأنه فقط تختار من أي حزب رئيس الحكومة تختار هذه الوزارات، وبالتالي التعيين الأخير يجب رضا الأخير لكافة الحكومات والإعفاء من طرف الملك، وإلى أراد رئيس الحكومة يجب أن يقترح ذلك على إذا السيطرة على تعطلت الحكومة بعد المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون العامة التي تفضل من بين بعض الموظفين كتبا، ولكن الموظفين الكبار الذين يحققون في المسؤولية ديال الاستراتيجيات الاقتصادية وغيرها، في مسؤولية الوكالة، في المسؤولية الأمنية، في ولاة في العمال في ولاة في السفراء، كلهم يمرون لمجرد اقتراح رئيس الحكومة ولكن موافقة في مجلس وزاري الذي يرأس ذلك، وما أدراك أن الرئاسة يجب أن ترفع الرئاسة الأهمية لها ثم له من سلطة ومن هيمنة معنوية وقانونية. إذا تعيين ديال جميع الولاة ولي يتولوا تسيير مقالب البلاد الاستراتيجية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والاستراتيجي ستظل في المالي. إذا هذا من الدواعي اللي ذكرت.
القضاء اللي أهمية لنا كان قضية القضاء راه يمكن الحكم يسمى في المسائل ديال الحمل والمسؤوليه في الشخص في الاستحواذ على القضاء والسيطره عليه والتوجيه ديالو، لان القضاء في الاخير هو الملجا ديال المضطهدين، الملجا ديال الضحايا سواء في مواجهه بعضهم المواطنين العاديين او في مواجهه رجال السلطه. هذا القضاء لا زال في يد الملك أو المؤسسة الملكية، وربما بشكل أوسع من ذلك. في الملك كما تعرفوا سماه سلطة قضائية، ولكن هذا غير للتزيين، سميه سلطة كان في الدستور السابق سلطة، ولكن في النص الفرنسي الآن سماه سلطة يعني نتيجة لحاجة موجودة. ولكن ما هو هذا؟ مجلس الإعلام القضاء الذي يتصرف في تعيين القضاة وتعيينهم وتقولوا حماية الاستقلال كل معين جميع القضاة ديال الرئيس الأول ديال مجلس الإعلام صلاح يسمى الوكيل عام الملك، القضاة المنتخبين القضاة الستة ديال المحاكم الابتدائية الدرجة الأولى المنتخبون ديال القضاة كلهم سبقهم بضائع أربعة مجلس إضافة إلى خمسة معينين إذا الهيكلة والتشكيلة ديال القضاة لا زالت في يد الملك والرئاسة ديالو والتوجيهات. هذا فيما يقول بأنه حنا قطعنا لأنه هل حقوق النظام الذي أنا أن يعمل في هذه الصورة والحكومة التي تطلع في ظل صورة تعين معها السلطة. بالإضافة إلى التشكيلة ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية كاين الوسيط، وسيط معين الظاهر رئيس المجلس الوطني للحكم، إذا وعي الظاهر إلى آخره إلى آخره. من جملة الأسباب ديال المقاطعة على كل حال هو العزوف، العزوف شكون اللي تسبب فيه هو الجلس بصفة تلقائية بعد تجارب ووعود كاذبة للسلطة، لأن كل انتخابات كانت تقول بأنها ستكون نزيهة، فإذا بالعكس فالرموز الذي تصرف على الانتخابات نفس الرموز السابقة على مستوى المسؤوليات وعلى مستوى الإيمان بالوزارة التقنية، تختار الإشراف على تشكيل مكاتب التصويت، الإشراف على النتائج والإعلان عن النتائج إلى آخره، بالإضافة إلى اللوائح الأمنية. إضافة إلى ذلك نحاول نطاق التحالف من الوجهة القانونية أننا على الأقل نزيدوا بعض الضمانات القانونية التي تعقل الإفساد ديال هذا الانتخابات. طالبنا بأنه هيئة وطنية مستقلة هي التي تشرف على الانتخابات والتوجيه ديالها، وتكون السلطة التنفيذية تحت الأوامر ديالها. لم يستجاب إلى هذا المطلب. طالبنا بأن تشييد اللوائح يكون بكيفية تلقائية لكل من يحمل البطاقة ديال التعريف الوطنية، لم يستجاب. قالوا نديروا البطاقة الوطنية ولكن بشرط أنه تقدم طلبة حمر في النهار طلبة. يعني لسبب ذلك أكثر من 8 إلى 10 ملايين ألف لم تسجلاش. بالعكس نقصوا عدد المسجلين في اللوائح. كانوا 14 فإذا به بعد المراجعة قال لك اسمح لي نفوت إذا هذا العزوف يمثل إرادة أنه كفى من هذه اللعبة المتكررة على المستوى القانوني وعلى المستوى العالمي. دخلنا باش ما نزكيوش هذه اللعبة. دخلنا باش ما نزكيوش هذه اللعبة لأننا عارفين المستوى القانوني. كاين عزوف تتلقى واحد الدوائر واحد الكوميسات واحد الرغم كل واحد عنده الرغم. لكن هذا الرغم ماشي داخلين باش يصوتوا مع أحزاب معينة عن قناعة وأنه يعطي كفاءات معينة داخلين إما على أساس قبلي وعلى أساس وفود سلطوي أو على أساس بيع وشراء التصويت. كاين ردود كثيرة اللي ما بغيناش نقولو تعرض للإخوان عن العدد منهم هذاك عبد الإله بالقزيز كاتب واحد المقال فيه الشاب نزل على الناس المقاطعين قالوا عدميين وإلى آخره، وقال على كل حال اللي يمشي يطلع برا مرة أخرى يقولوا أقلية راه هادي هما الذي قرروا في المجال، ولكن يتقتضوا المشروعيه.
والمجال التشريعي الذي يقر فيه لن يكون لصالح الجماهير الكريمه، وانما يكون لصالح الطبقه الحاكمه على المستوى السياسي وعلى المستوى جميع المناطق. ثاني تيقولوا فقدتي واحد المنفذ واحد القناه باش تعبوا الجماهير، ولكن اللي عنده باب وحده الله يجازيه. هذه المراجعه عند الدستور اللي جاءت بعض المسائل جات من الشارع، ما جاتش يعني هذوك اللي كانوا تيطلبوا العصور ديال هذا غير إدارة الشعب العام مقدور يحققوها. دابا إدارة الشعب العام جزء منها تحل على الحكومة. ثاني معطاك العيد اللي دخلوا غادي يسكيو وغادي يطلعوك أقلية. غير العتبة إلى آخره، لأن أحنا ما تنسلموش أمام هذا اليأس بصنع الفقر غادي تسرق. لا ديجي لا حد منهم. لا أنت خديتي أغلبية في البرلمان باش تشرع ليها دير لها الوصول الفاسد، ولا انك حطيتي الوجه ديالك مع الجماهير فاذا الاتصال بالجماهير هو شيء، وحنا اللي خايبين عبر الشارع وعبر القنوات ديال الجمعيه هذه المساله مربوطه. كاين واحد البومبا اللي نزلناها احنا درنا فيها دعوه قضائيه امام محكمة النقد طلعنا بالبيان، وأن تعتبر الانتخابات على عدة الدستور باطلة حتى حسب هذا الدستور، لأنه المجلس النواب الحالي لن يستنفذ مدته إلا 2012 خمس سنين. القانون الدستور الحالي يقول أنه يمكن إجراء انتخابات قبل أمرها، ولكن بشرط حل البرلمان. هذا حل البرلمان ما تمش، واش هذا بالسرعه اللي تيسرعوا بغاو يخدموا بهذا البرلمان يدوزوا ليه واحد العدد القوانين الانتخابيه، ولكن ما عرفوش كان يمكن يدوزوها بالبرلمان الكبير يدوزوها بدون ما يخلوا البرلمان يكتب كل القوانين على حدود البرلمان. اذا الاخوان من ناحيه قانونيه بالقانون ديالهم هذه الانتخابات لا الحله ولا الترشيحات ولا الانتخابات ولا نتائج الانتخابات تعتبرها باطله، بالاضافه الى اسباب اخرى التي تجعلها غير مشروعه، والبرلمان ولا الحكومه التي تنبثق عنه ان يعطيها مشروعه. قطعنا كذلك قلنا اللعبه الانتخابيه تخصها اذا كانت هناك اصلاحات تشريعيه تخصها تمشي بالتوازي وجلب الى جلب مع واحد الهزه اللي تخصها تعطى الجماهير وتعيدها الثقه في العمل السياسي والثقه في الانتخابات. ما هي الهزه؟ هي اللي المسائل اللي طرحات 20 فبراير وسجلنا فيها في الدول الديمقراطيه، وقلنا قبل 20 فبراير تخص القضاء على الفساد، الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، انني بس تعيد هادشي ما كاينش منه، حيث الاعتقالات العشوائيه باقي مستمره، الفساد القضائي باقي مستمر لحد الان، الفساد السياسي، الفساد الاعلامي، الفساد المالي باقي مستمر، قلنا تخص الشرور في حملة للدول الأخرى. نقطة ثانية بس تعيد الثقة تخص على الأقل المطالب ديال الهيئة للإنصاف والمصلحة، على الأقل تنفذ على المستوى السياسي والاقتصادي والتشريعي، وفي مقدمتها عدم إفلاس العقاب، إطلاق الإفراج عن جميع المعتقل السياسي لإظهار المصير ديال المختطفين، الملف الفساد اللي موجودة تخص تحرر قضائيين، هادشي كله ما كاين، بمعنى أنه الحكم تيلعب غير بالشعارات. نحن لا نريد شعارات فقط عندها أهمية، لا نريد مبادئ فقط عندها أهمية، ولا نريد ضمانات قانونية ولا دستورية فقط، نريد التنفيذ. التنفيذ هو الذي يعطي الضمانات، ولكن التنفيذ ما كاينش، بل ما يحصل من اجهزه داخليه، وهذا الشيء تقريبا في الاعتقالات وفي الضرب ديال هذا الشيء هو خلق تلك المبادئ، فكيف يمكن للجماهير ان تستحق بحكم يدعي حقوق الانسان ويدعي سياده القانون ويدعي مساواه المراه، بينما يعيش واقعا مزريا على مستوى التشغيل وعلى مستوى الصحه وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى القضاء الى اخره. اذا نحن نرى اولا كيف بدات النتائج في نظره قائس البنية، يطلع اما هذاك من كيما الاول ما يديروا والو،
لانه ماذا الخارطه الامنيه تصور اذا خلاو الانتخابات تكون مزيعه ولا يخلوها مزيعه ترى ترتيب يمكن ياخذ عداله التنميه باش يبقى الاغلبيه المطلقه قد ياخذ واحد 10 ولا 15% من الاصوات مع ان هذا يمكن يتحالف مع حزب الاستقلال قد يعطيه واحد 10 بجوج غادي يكون واحد 20% يعني الخمس الوقت غادي يجيو بالبارز غادي يخسروا من هنا يعطيوها عاوتاني لهذاك الجريد عاوتاني الاخرين غادي يخرجوا الى اخره هذه يعدوهم عاوتاني ينضموا 20 ابراهيم وهذا الشيء اما هذا اذا عطاوها الجريد هذه عاوتاني هذه كيف ما داروا ما عندهم ما يديروا وعلى كل حال حركة 29 إبراهيم التي تشيروا المستقبل المغرب هو أحسن شريحة قوية من الشباب الواعي المضحي الذي لا تضيع هذه الوعود وقد خبرها عن التجربة الإيطالية في هذا الخصوص سيبقى المناضل كيف ما كان نعتقد بأنه الحل الوحيد اللي قلنا واللي تتكرر القوى الديمقراطية هو إعادة مسألة الدستورية إلى ذات الواجهة مراجعة شاملة للدستور عبر أولا كما قلنا مدوى وطنية يدخلوا فيها التنظيمات الديمقراطية المناضلة من الديمقراطية حكومة وطنية ائتلافية مؤقتة لتقوم بإجراءات مستعجلة أول الإجراءات حملة نحو القضاء على الفساد الأول استرجاع الثقة في الدولة نقطة ثانية الإصرار على الدول الوطنية لإعداد أولا مناظرة حول الثروة السورية الإصرار على انتخاب مجلس تأسيسي مبتكر لمراجعة الدستور عامل وشامل في هذا الخصوص ثالثا الإصرار على انتخابات نزيهة وحرة إلى آخره هذا الشيء هو المطالب ولكن لن تتحقق المطالب غيرها من مطالب المشروعة إلا كما قال الإخوان في استمرار في النضال والمواجهة المواجهة الفكرية التعبئة الفكرية للجمعية فتح الفاسدين وتعتبر بأنه أنا أقول بصراحة وقلنا بصراحة أنه الانتسام في هذه الانتخابات هو تزكي على المشروعية المشروعية ماشي غير من ناحية الكونتاك ومن ناحية الواقع لكن حتى المشروعية القانونية اللي شكرا تحية الأخ عبد الرحمن تحية للأخ الإخوة عبد العالي كبيرة والأخ محمد الحجي وطبعا لأننا سبب تقييم مع التنظيمات وممثليهم في لقاءات محطة تقرير أخرى في إطار العمل المستقل ما بين التيارات الثلاث والمؤسسات